تيتوس يعني ماتش النهارده 1-0. انا عارف ان انتوا عندكم غيابات. هل مستوى فريق سواتيني فاجئكم؟ عندهم فرقه كويسه ولا ايه؟ انا بصراحه ما اتفرجتش على الماتش عشان كده يعني عايز اعرف رايك. بص يا ميدو، اولا خلينا نتكلم على منتخب مصر في البدايه. يعني احنا عمر المنتخب قليل جدا وقصير جدا. التعامل مع او الجهاز الفني وتعامله مع اللعيبه كان من خلال معسكر فات في شهر 9، اسبوع في اول 9 واسبوع في نص 9، فتخلى لهم ماتشين وديين مع بنين. فالعمر المنتخب قليل قوي، او ان انت تعرف تطبق فكرك بشكل كبير او بنسبه 100%، ممكن ما كانش الوقت محالفنا او معانا في التوقيت ده. فكان كنا بنلعب الماتش ده للامانه، او مباراه اسواتيني دي بنلعبها سواء رايح جاي، بشعار ان احنا عايزين نكسب. احنا محتاجين نعدي المرحله دي، لان المرحله اللي جايه هتبقى في شهر 3، فعندنا متسع من الوقت نشم نفسنا ونشوف الدنيا بالنسبه لنا تبقى ماشيه عامل ازاي. فيما يتعلق بالسؤال اللي انت سالته ومستوى اسواتيني، لو سالنا انا وائل الراي الفني، هقول لك ان مستواهم في الملعب اعلى من اسم دولتهم، يعني اعلى من اسم اسواتيني. يعني هم فرقه مش وحشه، منظمه نوعا ما، بتعمل حاجه، يعني عندها حاجه بتعملها، وهي الكونتر اتاك. بيدافعوا بشكل كويس قوي وبيعملوا بيلعبوا على الكونتر اتاك بشكل كويس. وعارف يا ميدو، يعني لما يعني حتى لو فرقه صغيره بس المدرب بيعمل حاجه معينه او ليه فلسفه معينه، لازم تحترم المدرب ده. فهم بيعملوا حاجه، بيلعبوا على الكونتر اتاك بشكل قوي جدا، لان عندهم اتنين سترايكرز صراع جدا، فبيقدروا يلعبوا عليها بشكل كويس. انما احنا النهارده في المباراه الاولى ضيعنا فرص كتير، وفي المباراه الثانيه النهارده برضه ضيعنا فرص كتير، ولكن يعني الحمد لله ان احنا عدينا الفتره الصعبه دي، لان عندنا غيابات زي ما انت قلت، وفي نفس الوقت فتره التجمعات بتاعتنا ما كانتش كبيره، فالانسجام وان اللعيبه تاخد على بعضها واللعيبه تاخد على الجهاز والجهاز ياخد على اللعيبه، ده كان محتاج وقت اطول من كده. ان شاء الله يتحقق في المباراه القادمه امام زامبيا في شهر 3 ان شاء الله. شيتوس، ابراهيم عادل النهارده غاب، حصل له اصابه قبل الماتش ولا ايه؟ يعني حصل له اجهاد كده خفيف في العضله الاماميه، ففضلنا ان احنا ما نجازفش بيه، لان ابراهيم لعيب مهم جدا المرحله القادمه، وكان بقاله فتره كمان غايب، لانه كان عامل عمليه استثناء، فقعد فتره كبيره غايب، فما حبيناش ان احنا نغامر بيه. وزي ما قلت لك يا ميدو، احنا ماتش النهارده كنا محتاجين يعني الناس تبقى سليمه بنسبه 200%. مش قادرين ناخد الريسك، ومش عايزين ناخد الريسك، لان مش عايزين لا نضر اللاعب ولا نضر المنتخب، بحيث ان احنا نلعب بلعيبه سلام 100%. وابراهيم كان موجود معانا من اول المعسكر لاخر المعسكر، وروحه كويسه جدا، وهو كابتن الفريق طبعا وباقي المجموعه كلها. يعني والله بص، هو لعيب هايل يا كابتن احمد، يعني ابراهيم عادل. بس انا في رايي يا شيتوس ان الولد ده لازم يتعمل له كشف طبي محترم، لان مقارنه بعمره وبسنه عدد اصاباته كتيره جدا. بيتصاب يعني في اخر موسم ونص في اكتر من اصابه، وفيها حاجات اصابات عضليه، وانت عارف شيتوس وكابتن احمد عارف، مش طبيعي ان لعيب ولد يكون عنده 20 سنه، مواليد 2001 يعني 21 سنه، ويكون عنده هذا الكم من الاصابات. صح كابتن احمد؟ طبعا هو بيشتغل كتير وبيلعب بقاله فتره كبيره من هو صغير. كمان لازم نشوف حياته خارج الملعب، لازم يكون في النادي او هو متبع اسلوب غذائي مظبوط.